ميتاسون هي منصة تعلم لغات عبر الانترنت اللي كتقدم مجموعة من الخدمات لمساعدة الطلبة في اكتساب مهارات لغوية. يمكن لأي طالب الولوج لهذه المنصة من خلال تفعيل البريد الإلكتروني المؤسساتي ديالو، بحيث غادي توصل بشكل مباشر برابط التسجيل. من بعد الولوج للمنصة وملء المعلومات الخاصة بالطالب أو الطالبة، كيتعين عليه اجتياز اختبار تحديد المستوى اللي كيستغرق بين 30 و 45 دقيقة. من بعد الانتهاء غادي توصل الطالب نتيجة الاختبار اللي اجتاز، وبحيث غادي يتحصل على درجة المستوى ديالو حسب الإطار الأوروبي المشترك. هاد النتيجة هي اللي غادي تحدد المسار التعليمي للطالب وفق أحد المسارين: المسار الأساسي فونديشن الخاص بأصحاب المستويات A1 A2، والمسار المتقدم فلوينسي بويلدر الخاص بأصحاب المستويات B1 B2 وC1. اللي مهم تعرفوه هو أن اختبار اللغة الفرنسية كيتعرض بشكل تلقائي من طرف منصة روزيتا ستون، إلا أن الطالب يمكن يضيف لغة أجنبية أخرى من خلال تغيير اللغة في إعدادات البروفايل الخاص به. والمنصة كتحتفظ بمستوى تقدم الطالب في مساره التعليمي في اللغات المختارة. وأخيرا يمكن لك تحمل تطبيق روزيتا ستون الخاص بالهاتف اللي كيمكنك من متابعة دروسك التعليمية حتى من دون انترنت.